أول إيش بكيت أنا أول مناضل، ما أحبش أعبر الدار ولا أحب أسهر لا عكه ولا هذا إلا في الخنادق. فاللي اتبعني أولادي واصف تقدر تقول يعني مثل ما تكون نضاله 50%، يوسف زيه 50%، عندي ولد اسمه رائد الله يرحمه معروف أبو أسير، فهم كيف؟ هذاك 101%، هذاك فكدته إلى الفخر اللي توفى شهيد. كل كالكيري بتفخر فيه أبو أسير، اللي الفخر اللي يعني آخر ما كلي أبوي هذه الحياة تلزمنيش، ولك يا زلمة طنيبك دكاني ويخور بكر في فوق الميثراس ومصاري معانا، ولك اهدى يا زلمة، وجودت عتبي اللي اهدى وما في فايدة، كلي خلاصة الحديث هذه حياة بتلزمنيش، وظل تستشهد. بقول لك ام الصادق الشنطي برضو هي انا سنتين ولا اخوات ابو زهد الحبشين، في سير يعني بتقدر تقول ميات. والله يا ابن عمي بالنسبه للجيل هذا انا بقول اغلى ما يكون في الدنيا اللي هو ديننا، بعد الدين الصحه، بعد الصحه الاخلاق، برضو بعدها يا سيدي السعي بالحلال والمساعدة. طب آخر إشي، الأرض اللي قلت عنها أخذوها منكم في الخمسينات معكم كوشينها لحد الآن وهيك مثلا؟ أجيب لك إشي. لا معك. طب أسألك سؤال على المستوى الشخصي، لو مش على هذا الجيل، على الجيل اللي بعده ولا على بعده، أنت عندك أمل شخصيا كأبو يوسف إنها ترجع لبلاد اللي راحت؟ 100% بإذن الله، 100% بإذن الله. طب شو منبع هالأمل هذا؟ لأن تعبت فيها، تعبت فيها وكشانها معاي. أوريك كشانها. لا سادك يا عم الحاج. لا تشوف الطابع تبعها والدار وانت. لا كل شيء تمام. وإنجين أوامر، إما إعدامك وإما تسليمك أو بيع أرضك، اطلب إعدامك أشرف من ما تخليه خب التخبيط فيها الأرض الوطن يعني. والله 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 مش هلكيتي بمنيشش منها شجرة، والله متأمل إلى العشرين دولم، ولو قضية من الرات للرات والحرب فردي، والله لروح أحمل مش كلاشين أدر من الكلاشين وطهره. لكن يا عمي هذا حكم دول، ولا أنا لا بعت ولا اشتريت، أنا لا بعت ولا اشتريت، وهي الكشان معاي، ليش أنت سالبها مني؟ ليش أنت ماخذها مني؟ إما لو بعرف إنهم 10 هناك، وإذا أنا بقضي عليهم برجع أرضية، والله 5 دقائق لأني هناك. الله يرجع الحق لأصحابه إن شاء الله. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك قبل ما نموت. يا رب.